موجز السادسة من اون لايف، اهلا بكم. اعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حرص مصر على مواصلة التنسيق والتشاور مع دولة الكويت حول مختلف القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. واكد السيسي خلال لقائه النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ان مصر لن تسمح لاحد بالتدخل في شؤونها، كما شدد على أهمية الوقوف بحسم أمام السياسات التي تدعم الإرهاب وكذلك التصدي لمحاولات زعزعة استقرار الدول العربية والعبث بمقدرات شعوبها. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة تعظيم الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وخلال ترأسه لاجتماع المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية شدد على أهمية تحقيق الاستغلال الأمثل لمشروع إنشاء المحطة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية في الضبعة من أجل العمل على توطين التكنولوجيا وتطوير التصنيع المحلي وتعزيز البحث العلمي في هذا المجال الحيوي. قال مصدر أمني بالداخلية إن 5 مجندين استشهدوا وأصيب آخرون إثر انفجار عبوة ناسفة بمدينة العريش بشمال سيناء. وأضاف المصدر أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتمشيط محيط الانفجار بواسطة خبراء المفرقعات للتأكد من عدم وجود أي عبوات أخرى. استمعت النيابة إلى أقوال 7 مصابين من أهالي منطقة الوراق الذين أصيبوا إثر الاشتباكات التي وقعت بين الشرطة ومثيري الشغب اعتراضا على تنفيذ قرارات إزالة تعديات على أراضي الدولة. شكرا لقول التالي على رأس الساعة.